حاول ندك عزز جهدك ركز فكرك بجسارة وتحدي خوض ميدان التحدي خوض ميدان التحدي حاول ندك عزز جهدك ركز فكرك بجسارة وتحدي خوض ميدان التحدي خوض ميدان التحدي قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك شد همتك فوز بالتحدي خوض ميدان التحدي خوض ميدان التحدي خوض ميدان التحدي ميدان التحدي اهلا بكم اعزائي المشاهدين ونبدا الان مع اولى التحديات من هنا من ميدان التحدي ومع ملتقى فرسان التنميه الصيفي بالدلم حياهم الله اليوم في الاجازه الصيفيه وملتقيات الجميله الحلوه اللي تنمي المواهب وتبرز الطاقات الجميله بنتعرف على اسماء الشباب الموجودين معانا في المرحله الابتدائيه اسمك محمد شود المجن محمد و عبد الله وايضا زياد فهد الدريان زياد واخيرا عبد العزيز وين التحيه الاصفر يا سلام اصفر وازرق واخضر كلهم يحيون بعض بنروح الان للجانب الاخر والفريق ايضا اللي بنتعرف على اسمائهم الموجودين معانا نشوف اول واحد معانا اسمك ايش عبد العزيز منصور الجدور عبد العزيز عبد الرحمن محمد التويم وعبد الرحمن عبد الله وعبد الله ثلاثة عبادلة آخر واحد عبد الله ولا أحمد ولا علي ولا بيلخبط سعد أحمد علي المحسن سعد تحية قوية للفريق الأزرق العبادلة مع سعد التحدي أعزائي المشاهدين أولى التحديات ومع الأستاذ أكرم الوحيدي هو المجيء بالكرة البرتقالية وإرجاعها إلى نفس المنطقة اللي أتى منها التحدي مرور بالجسر وايضا بالنفق جاهزين اللاعب الاول تفضل اللاعب الاول نشوف التحدي الان مع صافه الحكم 1 2 3 انطلاقه الان سريعه اوه اصفر اسرع الى الان الاصفر اخذ كره صغيره والازرق وتحيه قويه النقطة الأولى لصالح الأصفر معليش عادي 3 2 1 go انطلاقة سريعة الآن مرت والكرة الآن كما تعلمون احنا في الإجازة الصيفية تحتاج إلى توزيع جدول مناسب لقضاء الإجازة الصيفية والإجازة هنا أصفر أيضا معليش يا الأزرق 1 2 3 الميدان يا حميدان أولى التحديات من هنا نشوف ملتقى الفرسان الصيفي يلا بسم الله الأزرق أسرع لا تنظر إلى زميلك لا تنظر حلو فرق بسيط جدا في هذه الجولة الفريق الأزرق ولكن الجولات كلها الفائز فيها مين في الجولة الأولى فاز الفريق الأصفر في هذه الجولة الفريق الأصفر تحية قوية لهم وين التحية نتعرف على فريق الأخضر مين؟ محمد وأيضا أسامة و ريان و محمد بديناها بمحمد وانتهينا بمحمد صح؟ سبحان الله نشوف الفريق اللي هنا لاعبين جدد أيضا نتعرف عليك مجاهد و عبد الرحمن و محمد شادي المجد محمد براء وبراء
تحدي جديد بسم الله على بركة الله. وبدأت الانطلاق الآن. من يحصد النقطة الأولى دائما يكون عنده أو لديه حافز كبير جدا للفوز. العام عندنا تحدي لعب تنافسية جميلة ومع الإجازة فيها زي ما قلنا لكم استثمر إجازتك والعب صح. والأصفر لعبة الأصفر هذه لعبة الأصفر هذه. واحد اثنين ثلاثة. الفريق الأخضر أخطأ في المرة الأولى وأخذ كرة أثقل من الكرة الفريق الأصفر وخسر هذه الجولة. نبي نشوف الأهلي هل يستفيد من الخطأ أم يعيد نفس الخطأ. عاد نفس الخطأ ولكن تحية للمعلومية اخترت نفس الكرة اللي وداها ثقيلة. شف واحد اثنين ثلاثة. الجولة الأخيرة ومن يتفوق على الآخر نشوف الآن. يلا 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 يا شباب الأخضر أخذ كرة كبيرة صفراوي تدري تعال أسامة تدري ليش خسرت الآن؟ خذت كرة ثقيلة ولكن نتعرف على الفريق الأزرق الآن. اسمك؟ عبد الله. عبد الله وأيضا هنا على الكاميرا وجهك؟ عبد الكريم. عبد الكريم وهنا مين؟ عبد العزيز. وراكم زعلانين يا ش... زعلانين من شيء انتم؟ مستحين. عبد العزيز أنس. أنس نشوف الفريق الأخضر والذي قاعد يتمخطر وهل يكون أخطر؟ لا ندري. زيد محمد الزيد. زيد و أعطيك فهد السيف. يا عيني و محمد. محمد وآخر واحد سلمان. سلمان ليس زعلان. جاهزين؟ يقولون إنا بنفوز يعني هم إنا بنفوز. وانت تقول إيش؟ إنا اللي بنفوز. إنا. واحد اثنين ثلاثة. يلا يا شباب يلا يلا يلا. حلو 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 يا شباب. كرة صغيرة هذه. حلو. الله 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 الله. شيل الكرة وارجع. يلا ارجع من جديد. سقط. ما في مشكلة ما في مشكلة. الأزرق جابها صح. بعد أن شاهدنا أعزائي المشاهدين التحدي الأول والتنافس القوي وأيضا تفاعل الجمهور معنا بنعرف النتيجة في جميع التحديات الآن مع الأستاذ أكرم. وش النتائج يا محمد؟ النتيجة هي فوز الفريق الأصفر بعشر نقاط كاملة لهذه الجولة. هذه الجولة عشر نقاط لصالح الفريق الأصفر. وين التحية؟ وين الفرحة؟ أيوة. الجولة هي الوقوف فوق الجسر. اللاعب اللي يوقف أول ويرفع الدينه فريقه يأخذ عشر نقاط. جاهز؟ أصفر يلا. ها ها وقف. خليك واقف صافرة. يلا يلا. مين يا جماعة؟ مين يا أخوان؟ مين يا حبايب؟ مين 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 مين؟ السلام عليك. وقف 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 وقف. خليك واقف خليك واقف خليه. والله مشى يخضر أخضر بالفوز يتمخضر ما فيه مثل الأخضر. اسمك؟ عبد الله. عبد الله تتوقع بتثبت؟ لا بفوز إن شاء الله. يقول بإذن الله بإذن الله ما في مشكلة الآن. ها شو اسمك؟ عبد الله العلياني. عبد الإله العلياني. عبد الإله أيضا تتوقع تفوز عبد الإله؟ إن شاء الله. أنت عشان الطول له دور في الموضوع ولا القصر؟ لا في طول عشان يطلع. يا سلام. آخر لاعبنا شو اسمك؟ سعد. سعد ها تتوقع تفوز عليهم ولا ها؟ إن شاء الله. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. انطلاق الآن. ها شفتوها عشر نقاط الفريق الأزرق الآن. تفضل لاعب جديد. جاهز؟ جاهز. شو اسمك؟ عبد الله الخنين. عبد الله رغم قصر القامة ولكن بتفوز إن شاء الله. إن شاء الله. خلي عندك ثقة. طيب طيب. ومين؟ خالد. خالد إيش؟ شاعر. هو بتفوز إن شاء الله يا خالد؟ إن شاء الله. مو عبد الله بفوز عليك؟ شو؟ بفوز عليك؟ لا أعطاك إياها كذا. يلا ها وش تقول؟
فوز عليهم. شو اسمك؟ سامة. جاهز؟ جاهز. جاهز. شد العزم. واحد، اثنين، ثلاثة. الله، خذ عزم، خذ عزم يا عيب الله. حلو حلو الاخضر. معلش سوي اخر لاعب نتعرف على اسمائهم. من هنا نبدا. عبد الله. عبد الله. عبد الله. وعبد الله. حسين. وحسين. عبد الله وعبد الله وحسين. 1 2 3 جو. وقوف. اي العبادله؟ ام حسين؟ الاخضر اقرب، الاخضر اقرب، الاخضر اقرب، الاخضر اقرب. خضراوي. ايوه. احدد الصوره. تنطلق تاخذ الصوره. وين تروح؟ من فوق السلم تنزل والكاميرا امامك. جاهز؟ لازم السلم. انت يا اصفر لازم السلم هذا، انت يا ازرق لازم السلم هذا. انت اختار تبي هنا ولا انا، كيفك براحتك. طفل اسباب الحريق اللي هو الكبريت. طفل يلعب بالكبريت. طفل يلعب بالكبريت. عجل. اول واحد يوصل مين؟ ما شاء الله. اخضر والنايمين. ونايم اسحب بقوه يا شيخ. راح نايم. نايم. اصفر روح. لافين يلعب بالكبريت. طارت الطيور برزاقها يا ازرق. راح. اي خلاص راحت. احنا نقول الاسرع. عالكاميرا. عالكاميرا. اخضر 10 نقاط اخذها الاخضر. الصورة اللي نقول في بعض الاطفال. توصيل الكهربائية. توصيل الكهربائية. لو مرة تخسر بترده عزمك خله ما حد قده. يلا يلا شد الهمة. يلا يلا شد الهمة. مين توصيل كهربائية؟ تعاوني الغالي. يلا يلا. حلو. اسمه مخرج. مخرج الطواري. العب في خطه مدروسه لا تخلي هاللعبه حوسه تلقى النتائج معكوسه. يلا يلا مخرج الطواري. ما في الا صورتين. حرك دمك كلش جايز يمكن تصبح انت الفايز. اللعبه فيها جوائز. يلا يلا مخرج الطواري. اخضر 10 نقاط. طبعا هذه الفقره المهمه جدا جدا لاطفالنا وابنائنا. لازم نعلمهم الامن والسلامه في البيت. طبعا المسؤول الاول والاخير الام، الام والاب. الكبار ليس على الاطفال ملامه. ليس على الاطفال ملامه. ما نلوم الاطفال ابدا ابدا. الان المطلوب، ركز معاي زين، في شيء في البيت، في المدرسة، في المكتب، في أي مكان، هذا الشيء مهم جدا لابد أن يكون موجود. ولكن بعض الأطفال إذا شافه يحسب لعبة فيجي يلعبه أو يضغط عليه فيسوي مشكلة. وهذه هي طفاية الحريق. واحد، اثنين، ثلاثة. لا، طفل يلعب بطفاية الحريق. طفل يلعب بطفاية الحريق. دور تحت، دور تحت، دور تحت هناك. روح الجهة ذيك. لا، دور زين. طفل يلعب بطفاية حريق. راحت عليك. الأزرق دائما دائما تروح عليه. وري الكاميرا، وري الكاميرا. يلا تأخر ولكن الأصفر تمكن من الفوز. تحية قوية لفريق الأصفر. سوى بيت عمارة ينسى أن يضع حدائد على النافذة. أن يضع حدائد أو إيش أدوات السلامة هذه، أن تكون إيش النافذة مفتوحة مرة، فالطفل يجي قد يسقط من النافذة. لابد وضع سياج أو حدائد على النافذة. طفل سوف يسقط الآن. واحد، اثنين، ثلاثة. دور على الصورة هذه. طفل يا يسقط من النافذة. يلا يلا شيلها بسرعة. شيلها كذا. شيل شيلها. شيل ويلا. من يرينا الآن ويقول انا لها؟ والله الاصفر ما شاء الله عليهم. الاصفر الصوره مقلوبه. الحكم يقول له، الحكم يقول الصوره مقلوبه. مين
الأصفر جابها، تحية قوية الأصفر. لابد أن نبحث عن الصورة التي تحذرنا من هذا الأمر. واحد اثنين ثلاثة، طفل يلعب بالفرن. يلا وينك أصفر؟ راحت عليك الأصفر. الأخضر أم الأزرق؟ طفل يلعب بالفرن. معليش لعبة يبغى لها سرعة يعني. وين يدك يمناك؟ مستحيل أقول لك 100% الفريق الأخضر فايز. الأزرق كيف الأزرق بو دف لاعب الأخضر وما دف طاع عليه بس هو يروح يمسكها يطيح. ليش الكذب؟ ليش الكذب؟ حرام تغششه. حرام كيف أغششه؟ أوه هذا اختبار، اختبار اختبار. إيه اختبار. من غشنا فليس منا. أنا أقول اذكر والله مبروك للأصفر ترك الهلعب. والله تحية الكلام الجميل، يا سلام عليه. بعد أن شهدنا ولعبنا واستمتعنا واستفدنا من اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة، لابد من معرفة من هو الفائز في هذه التحديات. من هو يا ترى؟ طبعا في هذا الجولات اللي تمت الصور كان هناك فوز للفريق الأخضر وفوزين للفريق الأصفر، بمعنى أن الجولة هذه هي لصالح الفريق الأصفر. تحية قوية للفريق الأصفر، شاهد فرحتهم، فرحة الفوز والاستمتاع. سافرة أستاذ أكرم حيدي، من يا ترى يفوز؟ يا ساتر يا ستار، الله عليه الله عليه. تويم تويم، سيم سيم، يا تويم يا تويم، سريع ما شاء الله على تويم. اوه جاء صافرة، هوبا. مين يا جماعة؟ مين يا جماعة؟ هيد سيف. بالعزم والنية بطمح وجدية، بالعزم والنية بطمح وجدية، نتحدى ونحقق نقلاتنا وعيدنا. الف هيد. صافرة أتي، يلا نفرح ونتعرف ونمرح. يوسف يوسف وعتي، اليوسف وعتي، عتي ولا يوسف؟ يوسف ولا عتي؟ عتي ولا يوسف؟ يوسف ولا عتي؟ فوق فوق فوق. معليش معليش الأزرق. نتعرف على اسماء الشباب في هذه الجولة واللعبة أيضا. عبد الكريم محمد السيف. عبد الكريم ضد مين؟ محمد سعود المقن. محمد عبد الكريم ومحمد وصافرة الحكم. واحد اثنين ثلاثة، بسم الله على بركة الله. لعبة النفق وأيضا سقاط الكرة على القفص الحديدي. من 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 من؟ يلا يلا يا شباب يلا. الأصفر معليش. واحد اثنين ثلاثة، بسم الله لا ندخل. الأصفر متمكن من الفوز الآن، ولكن ما ندري من بيصل هنا ولا هنا ولا هنا. أتوقع هذا هذا صح. أيوه هو هو الأصفر كما هو المعتاد، متفوق في هذه اللعبة. اللعبة صفراوية، واضح واضح إنها صفراوية 100%. الأصفر هني معليش. واحد اثنين ثلاثة، بسم الله على بركة الله. أكيد المشجعين وأيضا المشاهدين كل واحد توزع مع فريق، كل واحد يقول يتمنى الفريق الأزرق، واحد يقول الأصفر. توقع الأزرق هنا جاي مسرع ما شاء الله عليه، ولكن رمي الكرة بقوة. نشوف من يصعد اولا واسرع. والله لا يكون الاصفر، الازرق وصلت. الازرق اسرع بدقائق بدقائق بثواني بثواني. واحد اثنين يلي تالي الليل. يلا بدأت الجولة هذه سريعة، والكرة الصغيرة التي سوف يأخذها الان. انطلاقة. يا سلام عليك يا سلام عليك يا الأصفر والأخضر. هوبا معلش معلش، لا
عبد الجديد هيا. واحد اثنين ثلاثة. فيها انطلاقة وأيضا أخذ كرة مناسبة وأيضا رجوع بشكل سريع وأيضا تصويب. أنا قايل كرة مناسبة. جايب لي كرة عملاقة ودخل في قفص خوية ما أدري وين راح. الأصفر مضيع والأخضر جابها. إيش الكرة هذه؟ واحد اثنين ثلاثة. آخر لاعبين أعزائي المشاهدين، كما ترون الألعاب ميدان التحدي أعزائي المشاهدين متنوعة. آخر لاعبين نشوف الآن زي ما قلنا لكم الإجازة الصيفية استثمارها وأيضا ترتيب الوقت. نرجو من الآباء والأمهات ترتيب الأوقات لأبنائهم في الإجازة الصيفية واستثمار الأماكن الجميلة الرائعة التي يستفاد منها في الإجازة. وصلنا الآن لآخر التحديات وآخر تحدي، تحدي القلعة ورفع العلم عاليا. من سوف يفوز بنشوف. ينتقل اللاعب من القفص الحديدي إلى الجسر إلى النفق إلى المنحدر إلى القلعة ورفع العلم عاليا، فبذلك يكون فائزا بإذن الله. نشوف التحديات الآن معكم مع الفريقين الأزرق والأصفر. أولى التحديات خلوكم معنا. تبدأ الجولة الآن. واحد اثنين ثلاثة. يلا بسم الله على بركة الله. الأصفر والأزرق الآن بتحدي القلعة، ومن سوف يفوز. ألعابنا وتحدياتنا تكبر كل شوي وتصعب على الشباب، ولكن ما في شيء صعب عند الشباب. بالهمة العالية وأيضا الثقة بالنفس والجدارة والفوز والتفوق واللياقة. اطلع فوق اطلع فوق وارفع العلم على الشاشة هنا. ورينا العلم ورينا العلم هنا. يا سلام أزرق، الفريق الأزرق أخذ النقاط الأولى. وين التحية الأزرق؟ وين التحية؟ الآن الفريق الأخضر والأزرق مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. يلا آخر جولة وآخر تحدي ما بين الفريقين الأخضر والأزرق. التنافس الشريف، التنافس الجميل، التنافس الرائع الذي لا يحمل لا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا ضغينة. هو التنافس الموجود داخل ميدان التحدي. ومن يرفع العلم منه الأزرق. الأزرق نعم، معليش الأخضر، محاولة كانت جريئة جميلة ولكن التفوق للأزرق. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله، أيضا انطلاقة جديدة جميلة رائعة بالحماس والتحدي. والأخضر أخضر يصعد الآن عاليا. درجات النجاح والسلم حبة حبة. واطلع شوي شوي وارفع العلم فوق يا الأخضر. يلا عجل خضراوي والأزرق. يلا معلش. واحد اثنين ثلاثة. يلا آخر انطلاقة وآخر لاعبين معانا والنتيجة الآن. أوه تعثر. لابد من العثرات والاستفادة من الأخطاء في الحياة بشكل عام. في الحياة بشكل عام والحياة مليئة بالتحديات والصعوبات. العمل بالأسباب. يا السلام عليك يا الأخضر. وصلنا أعزائي المشاهدين لختام برنامجنا اليوم، برنامجنا في إجازتنا الجميلة الرائعة وأيضا بحضور الرائع الملفت ما شاء الله لجميع الفرق الثلاثة، وكلها ما شاء الله جايين من الدلم وأيضا من ملتقى فرسان التنمية الصيفي. نسمع لهم أقوى تحية، أعطونا تحية قوية للمشرفين وأيضا القائمين على هذا الملتقى الجميل الرائع في الإجازة الصيفية. ولابد من استثمار الأوقات جميعها بإذن الله. لابد من معرفة النتائج، وبعد أن شاهدنا وشفنا الآن بنعرف النتيجة ومن هو المركز الثالث والثاني والأول. الأول بنعرف الأول ونحتفل به بإذن الله. من هو المركز الثالث والنقاط جميعها الآن مع أبو محمد؟ في المثل إيش بيقولوا؟ خير الأمور
أوسطها. إذن في المركز الثالث كان الفريق الأزرق. المركز الثالث فريق الأزرق، تحية للفريق الأزرق. حلو. النقاط بخمسين نقطة. خمسين نقطة، تحية قوية للفريق الأزرق مرة ثانية، وخمسين نقطة. ومعليش يا الأزرق وكابتن الفريق هنا جالس بجنبنا، تعال يا كابتن الفريق. ها وش رايك بالنتيجة؟ ها توقعت الثالث؟ إيه. متوقعين؟ ما شاء الله، أعطوا تحية قوية لكابتن الفريق. نشوف الآن، خليك هنا كابتننا، من المركز الثاني الآن؟ أما المركز الثاني فهو من نصيب الفريق الأصفر. الأصفر مركز الثاني، تحية لهم، ألف مبروك مركز الثاني. والنقاط؟ والنقاط سبعين نقطة. سبعين نقطة لصالح الفريق الأصفر. واضحة، واضحة وضوح الشمس الآن، اللي في المنتصف فرحانين ومبسوطين لأنهم إيش؟ أما الفريق الأخضر فكان في المركز الأول بثمانين نقطة. ثمانين نقطة لصالح الفريق الأخضر. وكابتن الفريق يستلم الآن مبلغ 500 ريال، تحية قوية. وش تقول بعد اللي أخذت المركز الأول؟ الحمد لله على كل شيء، ونشكر الفريق الأخضر على الجهود المبذولة. يا سلام يا سلام، تحية قوية لهم، تحية قوية. فريق الأصفر تعال، ما أعطنا، ما أخذنا رأيك بعد ما أخذت المركز الثاني، وش تقول لفريقك؟ هذا قدر ونهاية. من زعلان هم شيء؟ ولا هم زعلانين؟ ولا هم زعلانين. واللعب فوز؟ فوز وخسارة. فوز وخسارة، وما في خسارة معانا، لأن الجميع فائز إن شاء الله بأخلاقه. بصراحة نشكر ملتقى فرسان التنمية الصيفي في أدلم، ما شاء الله مشكورين على هالجهود الطيبة الجميلة الرائعة. وأيضا لا ننسى أن نشكر راعي هالبرنامج شركة محمد بن عبد الله العريض للرافعات والكرينات على جميع التجهيزات. من هنا من ميدان التحدي نلتقي بكم بإذن الله الأسبوع القادم، حلقة جميلة في الإجازة الصيفية، وأيضا تحديات قوية 100%. كونوا معنا من هنا من برنامج ميدان. شركة محمد بن عبد الله العريض، المؤسسة الأولى للمعدات والرافعات في المملكة والخليج والدول العربية. أكثر من 40 فرعاً توفر لكم كل ما تحتاجونه من الكرينات والمعدات الثقيلة. الاسم الأول في عالم الكرينات. حاول ندك، عزز جهدك، ركز فكرك بجسارة وتحدي. خوض ميدان التحدي، خوض ميدان التحدي. حاول ندك، عزز جهدك، ركز فكرك بجسارة وتحدي. خوض ميدان التحدي، قوي جسمك وسخن عضلاتك، حرك بدنك وطور قدراتك. قوي جسمك وسخن عضلاتك، حرك بدنك وطور قدراتك. شد همتك فوز بالتحدي، خوض ميدان التحدي، خوض ميدان التحدي، خوض ميدان التحدي.